أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع آيات التهاني والتبريكات إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة الأطهار، لا سيما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين، وإلى المؤمنين الكرام بمناسبة الولادات الميمونة المباركة لأئمة المسلمين، وكذلك للمولى أبي الفضل العباس عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ذكر التاريخ بأنه في اليوم الرابع من شهر شعبان من سنة 26 هجرية على أشهر الأقوال، كانت ولادة أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو الابن الأكبر أو الوليد الأول لزوجة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة بنت حزام، التي تكنى بأم البنين رضوان الله تعالى عليها، فكان هو الوليد الأول لها من زواجها المبارك واقترانها بالمولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فأمه أم البنين، أبوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لأبي الفضل العباس العديد من الكنى، فكان من كناه أبي الفضل، يكنى بأبي الفضل. فمرة يقال سبب هذه الكنية يرجع إلى الصفات التي كان يحملها والمكارم التي كانت تتجسد في شخصية العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخرى يذكرون بأنه نسبة إلى ولده الفضل. فيذكر أهل التاريخ بأنه تزوج بزوجته التي تسمى لبابة بنت عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، ورزق منها الفضل وعبيد الله، ولد يدعى الفضل وعبيد الله، وكانت ذرية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكانت ذرية العباس انحصرت بعبيد الله، فنسبة إلى ولده يكنى بأبي الفضل. وأيضا له كنية أخرى وهي أبو القاسم، يكنى بأبي القاسم، أيضا نسبة كما يذكرون لأحد أولاده الذي يسمى القاسم. وقد ورد ذكر هذه الكنية في الزيارة عن جابر بن عبد الله الأنصاري، السلام عليك يا أبي القاسم عباس بن علي، ذكرت هذا في الزيارة. ورد له العديد من الألقاب، وعادة الأشخاص توجد لهم ألقاب، هذه الألقاب إما أن تكون ألقاب حسنة وتعكس شخصية ذلك الإنسان، أو تكون ألقاب سيئة والعياذ بالله، وأيضا تعكس شخصية ذلك الإنسان. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نلاحظ الألقاب التي تميزوا بها هي مشتقة من صفاتهم، من أفعالهم، من صفاتهم الجيدة، من حياتهم وما قاموا بها. وكذلك أولاد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولعل على رأسهم العباس عليه أفضل الصلاة والسلام،
فكانت له ألقاب اشتقت من صفاته، ما قام به من الأعمال تعكس شخصية ذلك الإنسان وذلك البطل. منها مثلا صاحب أو قاضي الحاجات، هذا من ألقاب العباس عليه السلام. فنلاحظ حتى في واقعنا الحالي المعيشي بأنه ما قصد العباس ذو حاجة أو ذو طلب وبنية صادقة إلا رجع بقضاء حاجته، فهو باب الحوائج أو قاضي الحاجات كما لآبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام ذلك، وكذا ما كان لأمه أم البنين هذه المرأة الفاضلة العفيفة الشريفة التي فنت نفسها في محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا له ألقاب كثيرة، منها حامل اللواء، منها حامل اللواء، وكانت الجيش أو الكتائب يعطى اللواء لأشجع الناس لأفضل الناس، فيكون هو حامل اللواء، وهذا يعكس عن شخصية ذلك الرجل أو القائد الذي يعطى حامل اللواء. فكان حامل لواء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما كان أبوه أمير المؤمنين عليه السلام حاملا للواء النبي صلى الله عليه وآله في كل المعارك التي اشترك فيها النبي، وكان حامل اللواء هو أمير المؤمنين عليه السلام، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله. فكذا هذه المشابهة بين أمير المؤمنين وبين العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، كان ملازما لأخيه الحسين عليه السلام، وكان حاملا للوائه في معركة البطولة والبسالة في الفتح في معركة كربلاء. أيضا من الألقاب المهمة للعباس عليه السلام السقاء أو ساقي العطاشة أو ساقي عطاشة كربلاء، وهذه أيضا اشتقت من أفعاله وبطولته وبسالته، حيث ذكر التاريخ بأنه حوصر حرم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء ومنعوا من الماء في اليوم السابع، فكر العباس عليه السلام وكسر ذلك الحصار وجاء بالماء إلى مخيم الإمام الحسين عليه السلام. لذا ترى أن يوم السابع بالعشرة الأولى من محرم خصصت للعباس عليه أفضل الصلاة والسلام، فذكروا التاريخ بأن العباس قصد الفرات في نحو من مرتين، مرة في اليوم السابع وقد أتى بالماء، وهناك محاولة أخرى له في اليوم العاشر واستولى وملك الفرات، ولكن أثناء رجوعه استشهد صلوات الله وسلامه عليه. منها أيضا حامي الضعينة، الضعينة في اللغة معناها أنه الناقة، يضعون هناك هودج على الناقة تجلس فيه النساء المرأة، وكان العباس عليه أفضل الصلاة والسلام عندما ارتحل الإمام الحسين أو خرج الإمام الحسين من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، كان العباس هو حام الضعينة والمتكفل بضعينة وأي حريم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إلى غيرها من هذه الألقاب المهمة التي هي تعكس وتجسد لنا شخصية العباس صلوات الله وسلامه عليه. عندما ولد العباس أو وضعته أم البنين جاءوا به إلى أبيه المولى أمير المؤمنين عليه السلام، أخذ ذلك الوليد الذي طالما انتظره، وكانت بانتظاره أحداث جسام أيضا،
وأخذ ذلك الوليد وأجرى فيه سنة النبي صلى الله عليه وآله، أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. وهذه كلمات نورية النورانية صدرت من فم سيد الموحدين وسيد الوصيين أمير المؤمنين عليه السلام. كانت هذه أولى الكلمات التي سمعها أبو الفضل عليه أفضل الصلاة والسلام من ذلك الشخص الإلهي، فارتسمت وتجسدت هذه الكلمات ورسخت في ذهنه في شخصيته، فكانت لها الدور الكبير في رسم صورة العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أن حل يوم السابع من عمره الشريف حتى عق عنه أمير المؤمنين عليه السلام كما صنع للحسن والحسين، وحلق قام بحلاقة رأسه وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله للمولود. عاش في كنف أبيه أمير المؤمنين، لازم المولى أمير المؤمنين عليه السلام مدة 14 سنة، اكتسب فيها الفضائل وورث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالصفات الحسنة، فاكتسب الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، واكتسب الشجاعة والبسالة والبطولة من أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. ولم يأل جهدا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في تربية ذلك الشخص ذلك الولد وذلك البطل، وغذاه بأنواع الغذاء الجسماني والروحي، فكانت تجسدت صفات أمير المؤمنين عليه السلام في ولده العباس، ونرى ذلك واضحا في شخصية العباس عليه السلام وما كان له دور كبير في المعارك، حيث ورد في التاريخ بأنه اشترك في معركة صفين مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، وكان له موقفا مشهودا في تلك المعركة. وأيضا ظهرت هذه التربية العظيمة والحسنة في شخصية أبي الفضل العباس في معركة كربلاء، معركة الشرف، معركة الإرادة، معركة الحرية، معركة الفتح الإلهي كما سماه الحسين عليه السلام. ظهرت وتجسدت شخصية العباس عليه أفضل الصلاة والسلام من الشجاعة والبسالة والفروسية ورباطة الجأش والتضحية والثبات على المبادئ، وأذهب نفسه وفدى وضحى بنفسه فداء للحسين عليه السلام ولما نهض من أجله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فتجسدت هذه الشخصية وجسدت الثبات على المواقف الحسنة على مبادئ الإسلام على الخصال الحميدة كما كان أبوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن شخصية العباس حديث طويل وكبير، لا يمكن أن نستغني عنه أو نستوعبه بهذه اللحظات أو هذه الدقائق، وإنما هو عبارة عن شخصية نورانية تربت في بيت الوحي وأخذت الصفات واكتسبت العلم كما عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بأن ولد العباس زق العلم زقا، فكان عالما فقيها وكان شجاعا بطلا مجربا، بل أن له موقفا يغبطه جميع الشهداء يوم القيامة كما عبر عن ذلك الإمام زين العابدين عليه السلام: إن لعمي العباس منزل يوم القيامة يغبطه عليها
منزلا يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. فأي منزلة وأي مرتبة لأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي أبلى وآثر وفدى أخاه الحسين عليه السلام حتى وقطعت يداه، حتى أبدله الله عنهما بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما صنع أو جعل لجعفر بن أبي طالب عليه السلام. هذا على حد تعبير الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فالعباس عليه السلام رجلا عظيما، فارسا مقداما، عالما فقيها، مضحيا ثابتا على المبادئ. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. نتوجه إلى الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أن يعجل لولينا الفرج، وأن يجعلنا من أنصاره وأتباعه والمستشهدين بين يديه، أن يمن بالرحمة الواسعة على الشهداء ويسكنهم فسيح جناته، أن يمن بالصحة والعافية على الجرحى والمرضى، أن يمن بالأمان على المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يجعلنا والجميع من الثابتين والمتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.